من 6 شهور ان كانت الرقابه الاداريه حبت ان هي بدل ما الناس تفضل واقفه في الشارع ان هي تيجي نعمل لهم مكان ساحه ان هم يقفوا فيها وتبقى فود كورت كده منظمه ومحترمه. الناس بتروح تقدم ورقها في المحافظه محافظه القاهره وبنختارهم طبعا على حسب الفرايتيز الاكل اللي هم بيعملوها وهل يتناسب مع المكان ولا لا، بس مش بيبقى في اي مشكله خالص في التقديم لحد سن 35 سنه ويكون مؤهل متوسط او مؤهل عالي، لازم يكون حصل على مؤهل دراسي. بيدفعوا 1200 جنيه شهريا زائد 250 جنيه خدمات، يعني توتال 1450 جنيه بيدفعوهم للمحافظه القاهره. وفي ان شاء الله في 55 مكان تانيين مقترحين ان احنا نعمل فيهم زي شارع مصر كده بالظبط ان شاء الله في المحافظات، يعني هنبتدي باسكندريه ان شاء الله وهيبقى في محافظات تانيه ان شاء الله. يعني فكرته جديده كده ولذيذه، يعني حاجه ممكن نتلم احنا كلنا فيها يعني، والاكل كمان حلو وبسيط يعني وحاجته مش غاليه كمان. انا محمد عندي 19 سنه، احنا انا هنا بعمل دريم كاتشرز، معايا مريم بتعمل الرسومات، هي اللي رسمه الرسومات. لا احنا الفكره بتاعتنا كانت بدأ من الاول، كنا نزلنا معارض قبل كده ومن خلال المعارض قابلنا استاذ احمد مصطفى وهو اللي عرفنا على المكان ده، ادى لنا اول شهر فور فري وبعد كده لو عجبنا المكان ممكن نكمل. انا اسمي احمد مسعود، خريج هندسه 2006، صاحب سوشي بوت. 1500 جنيه في الشهر كان بالنسبه لنا كلام فاضي، بالنسبه لنا مش عارف بيت الزملاء ايه. شارع مصر ضاف لنا كتير قوي، بقينا نلاقي عائلات ما كناش بنلاقي عائلات بره، كان بيجي لنا الشباب، طبعا شباب محترمين جدا بس يعني السكيل اللي احنا كنا شغالين عليه بره هنا فارق، هنا في عائلات، بقينا نشوف عائلات كتير، دي حاجه بسطانه جدا.